في كل مواثيق وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لا تخضع المحاكمات العادلة لأي استثناءات حتى في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، لكن في إسرائيل الأمر مختلف كليا، إذ تقول مؤسسات حقوقية إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تطورت على مدار 5 عقود بأنها الذراع التنفيذي لقوة الاحتلال. تصل حصيلة الأرقام الغرامات تصل حوالي سنويا 30 مليون شيكل تدفع الى الشكل اللي بيدفعوه الاهالي، بتروح مكتوب عليه وزارة الدفاع الاسرائيلية، يعني بروح للجيش الاسرائيلي وبيستخدموه في قمعنا وبيستخدموه في تمويل هذه المحاكم غير الشرعية. المنظومة القضائية هي تصوغ التعذيب، المنظومة القضائية هي تصادق على هدم المنازل لأسباب عقابية، المنظومة القضائية هي تصادر الممتلكات، المنظومة القضائية تصادق على كل هذه الجرائم، وبالتالي القاضي الذي يجلس هنا هو مجرم حرب. خلال مؤتمر صحفي أمام سجن عوفر قرب بلدة باتونيا، أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة الحق ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى حملة للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بوصف ذلك يقع ضمن جرائم الحرب. في ظل التطورات على المستوى الدولي من ناحية محكمة الجنايات الدولية، حان الوقت لاعتبار عدم توفير محاكمة عادلة كجريمة حرب يجب مساءلة ومحاسبة الاحتلال عليها، أيضا جرائم التعذيب والنقل القسري والاعتقال التعسفي، كل هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية. وبعد أكثر من 54 عاما يستمر الجيش الإسرائيلي في محاكمة وسجن الفلسطينيين بموجب نظام الدفاع لسنة 45 والأمر العسكري رقم 101 لسنة 67، وهو أمر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. منذ احتلالها الضفة وغزة والقدس عام 67 اعتقلت إسرائيل حوالي 1 مليون فلسطيني، 99% من المدنيين المعتقلين الذين يعرضون على المحاكم العسكرية تتم إدانتهم، حيث تقول مؤسسات حقوقية إن ديمومة النظام القضائي في إسرائيل يتم المحافظة عليه من خلال التكامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. من أمام سجن عفر، ضياء حشية، الغد، رام الله.